قبلة الموت فقال له يسوع يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الإنسان إن خيانة يهوذا للمسيح تعتبر أبشع جريمة في التاريخ وما أكثر الخونة عبر التاريخ مثلا أخي توفل الذي خان الملك داود وتآمر مع ابشالوم ضد داود نرى بروتوس صديق يوليوس قيصر خان صديقه اذ اغتيل يوليوس ان العالم مليء بالخونه كم من انسان خان عهد الصداقه وكم من الذين وشوا باصدقائهم وفسدوا عنهم منهم من خان الوطن ومنهم من كسر عهد السلام ومنهم من باع ضميره وكم من الاغتيالات حدثت لاقرب الناس وكم من انسان يعاني من مراره وقسوه الخيانه مثل خيانه عاخان قديما الذي تسبب بانتكاسه وهزيمه شعب الرب في يشوع اصحاح سبعه لكن خيانة يهوذا تعتبر الاكبر وانها اشنع وابشع وافظع جريمه تعبيرا عن الخسه والانحطاط وصل الى حد يبخس في ثمن المسيح ثمن الحقد والكراهيه باع رئيس الحياه واسلمه للموت على ايدي الاشرار لا يوجد اي مبرر كما يدعي البعض انه كان يدفع المسيح ليطيح بالامبراطوريه الرومانيه او انه كان يطمح في منصب بغض النظر لقد ارتكب ابشع جريمه اذ وصل الى الانحطاط الكامل كان يهوذا واحدا من الاثني عشر تلميذا اختارهم الرب يسوع بعد قضاء ليله طويله في الصلاه وهنا تبقى المعدله كيف نفهم سلطان وسياده الرب المطلقه ومن ناحيه اخرى مسؤوليه وحريه الانسان في اتخاذ القرارات رغم ان المسيح العالم بكل شيء اذ علم من هم الذين له وقد عرف ايضا ان يهوذا سيسلمه الا ان الامور صارت بوفق البرنامج والمخطط الالهي هذا لا يعني ان يكون اي مبرر او عذر ليهوذا الذي قص قلبه كما قص فرعون قلبه قديما لقد كانت فرص عديده امام يهوذا ان يتراجع لكنه اراد مسيحا مختلفا وعلى مزاجه ولانه كان قلبه مظلم رغم انه خدم مع المسيح لكنه وصل الى الانحدار والانحطاط الكامل كان يهوذا هو الوحيد من بين التلاميذ الذي لم يكن من الجليل واعطي له الامتياز ان يكون امينا للصندوق رغم انه كان لص رجع في قلبه اولا ثم تحول الى عدم ايمان لكن المسيح علم من هو الذي يسلمه وفي يوحنا 13 نقرا فحين كان العشاء وقد القى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي ان يسلمهم وفي العشاء الاخير وبينما المسيح مجتمع مع تلاميذه نرى في يوحنا 13 فبعد اللقمه دخله الشيطان فقال له يسوع: ما انت تعمله فاعمله باكثر سرعه لقد دخل الشيطان يهوذا اي سيطر عليه وعلى ارادته بالكامل فذاك لما اخذ اللقمه خرج للوقت وكان ليلا أوليس عجبا أنه باع سيد عند إقبال الليل الدامس التقت ظلمة الليل بظلمة قلب الطبيعي الغير متجدد ألم يقل المسيح وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله إنها عار الخيانة والغدر كما هو مكتوب في مزمور 41 آية 9 تتميما للنبوة ايضا رجل سلامتي الذي وثقت به اكل خبزي رفع علي عقبه في العشاء الاخير جلس يهوذا في مقعد الشرف واخذ اللقمه من المضيف يسوع كانت هذه علامه مميزه للتكريم والصداقه والضيافه كانت علامه اخيره تعبيرا عن محبه يسوع ليهوذا لكن للاسف ذهب يهوذا في تلك الليله وتقابل مع رؤساء الكهنه وقال ماذا تريدون ان تعطوني وانا اسلمه اليكم فجعلوا له ثلاثين من الفضه بعد ان اخذ لقمه الموت خرج وباع رب المجد بابخس الاثمان بثلاثين من الفضه ولو سال المسيح اليوم بما تقدرني اي ثمن للاسف كم من شخص انكر المسيح والبعض باع المسيح بسبب لذه مؤقته وخسر ابديته حقا كما قال المسيح عن يهوذا كان خير له لو لم يولد وعندما ذهب المسيح الى بستان جتسماني وهو عالم بكل شيء وانه لابد ان يتم المكتوب جاء يهوذا مع عسكر كثير وكانت العلامه هي القبلة وكان قد تنبأ المسيح عن هذا لست اقول عن جميعكم انا اعلم الذين اخترتهم لكن ليتم الكتاب الذي ياكل مع الخبزه رفع علي عقبه اقول لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون اني انا هو وعندما جاء قال له المسيح بصرخه الالم العميق يا صاحب لماذا جئت؟ فقال له يسوع يا يهوذا أبقبلة تسلم ابن الانسان حقا كما قال يسوع في العشاء الاخير فبعد اللقمه دخله الشيطان فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باكثر سرعة فدخل الشيطان في يهوذا الذي يدعى الإسخريوطي وهو من جملة الاثنى عشر فمضى وتكلم مع رؤساء الكهنة وقواد الجند كيف يسلمه إليهم ففرحوا وعاهدوه أن يعطوه فضة لم تكن هذه القبلة المقدسة كما كانت تفعل الكنيسة الأولى لقد كانت قبله الغدر والخيانه لان هذه هي طبيعته الغادره فالقبله هي رمز المحبه والثقه والسلام انها رمز الصداقه والامان والقرب من الشخص لكن يهوذا حولها كعلامه ليخون ويسلم سيدهم لقد كانت قبله الخداع والمكر فيهوذا اصبح عبر التاريخ الى يومنا هذا مقياس بل مثال للخيانه والغدر والمكر ولعجبا لقد وضع الشاعر دانتي يهوذا في الكوميديا الالهيه في اسفل دركات الجحيم الى جوار الشيطان نفسه او كما وصفه المسيح ابن الهلاك قائلا حين كنت معهم في العالم كنت احفظهم في اسمك الذين اعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك ليتم الكتاب فعلا كان خيرا لهذا الرجل لو لم يولد انما يحير كيف لشخص عاش مع المسيح ورأى معجزات الخارقة وسمع تعاليمه الفريدة وعاين حياة الأخلاقية المتميزة بل إن ما يحير أكثر من هذا كيف لشخص رأى وجه يسوع واستطاع أن يخونه أبقبلة تسلم ابن الإنسان حقا إنها قبلة الموت فقد انتهت حياة يهوذا بشكل مأساوي ومفجع مكتوب حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت اذ سلمت دما بريئا فقالوا بقلب بارد وحجر ها انت ماذا علينا انت ابصر فطرح الفضه في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه اي مصير ماساوي وصل اليه من تلميذ المسيح الى قتل نفسه ومن ثم الى هلاكه الابدي. لقد انتحر يهوذا وسقط على الارض وانشق من الوسط، لقد كانت ميته شنيعه، فظيعه ومريعه وماساويه، لقد عبر الرسول بطرس قائلا: ايها الرجال الاخوه كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع اذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمه فان هذا اقتنع حقلا من اجره الظلم واذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها وصار ذلك معلوما عن جميع سكان أورشليم حتى دعي ذلك المكان في لغتهم حقل دم أي حقل دم لأنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر أعمال الرسل اصحاح الاول ان اسم وسمعة يهوذا ملطخ الى يومنا هذا عندما نزور جنوب مدينه القدس المنطقه في وادي بن هنوم الذي يلتقي مع وادي قدرون حقل دم نتذكر الحدث الفظيع والنهايه المؤلمه قبلة الموت تسببت بموت يهوذا الماساوي وايضا من ناحيه اخرى وهو لا يعلم انها كانت الانطلاقه والسبب التي ادت الى موت الرب يسوع المسيح على الصليب ليقدم الخلاص الكامل ولكي يكفر عن خطايا كل البشريه ما اراد ان يفعله يهوذا بتسليم يسوع تحول إلى بركة لكل البشرية فالله لا يفاجأ بأي شيء اسمع مقال بطرس الرسول هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقداً أوجاع الموت اذ لم يكن ممكنا ان يمسك منه في الختام ارجوك لا تنكر المسيح لالا ينكرك ولا تخون المسيح لالا تنتهي حياتك وابديتك مثل يهوذا كما قال يسوع ولكن من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ابي الذي في السماوات حقا انها قبلة الموت التي انهت حياة يهوذا وخسر ابديته. ادعوك لا تجازف او تقامر بحياتك وابديتك. انه يحبك ويريدك ان تتمتع بالحياة الابدية فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. تعال الى المسيح